جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. يسأل عن الصلاة مع المرأة، هل تعد جماعة؟ الصلاة مع المرأة إذا لم يكن هناك غيرها وليس عنده جماعة ولا عنده مسجد فلا بأس أن يصلي هو وامرأته أو المرأة التي من محارمه، ويكون ذلك جماعة كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. وإذا كانت المرأة غير محرم ليست من محارمه فإنها تقف وراءه ولا تقف إلى جنبه. نعم.